الأستاذ الدكتور حسام موافي، عضو مجلس جامعة القاهرة، عضو لجنة الإعجاز الرباني بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الرئيس الشرفي لجامعة النهضة، عضو اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بالمجلس الأعلى للجامعات، عضو لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات دورة 2018-2021، أستاذ طب الحالات الحرجة كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، عميد كلية طب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عضو مجلس الأمناء بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مدير مستشفى الأمراض الباطنة قصر العيني، مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة، مؤسس الوحدة الثالثة لطب الحالات الحرجة كلية طب القصر العيني، المعلم المثالي 6 مرات على مستوى كلية طب جامعة القاهرة، الطبيب المثالي 6 مرات على مستوى نقابة الأطباء، رئيس الجمعية المصرية لطب الحالات الحرجة، عضو الجمعية المصرية لأمراض القلب، عضو الجمعية المصرية لأمراض الكلى، له 180 بحث منشور في المجالات العلمية المحلية والعالمية، رائد طب الأمراض الباطنة في مصر والوطن العربي، قام بتأليف كتاب الأمراض الباطنة، تم تكريمه بإطلاق اسمه على دفعة 2015-2016 كلية طب جامعة القاهرة. واحد يجي لك بألم هنا فتقول له ايه؟ ده شوية التهاب في جدار المعدة، تمام؟ وارد، بس في فارق بين ألمين وتكتب له شوية أنتاسيد ومسكنات ألم وبتاع وخلاص ويروح، ويطلع مشكلة في شريان معين من الشرايين التاجية، الشريان ده يعمل الألم بتاعه لو انسد بجلطة في المنطقة دي. قد تكون الدوخة لا علاقة لها بالسكر، لا علاقة لها بالسكر خالص، وتكون من الضغط، تكون بتاخد دواء بيدوخ، وارد جدا جدا. لكن لو أنا جات لي حالة زي دي، أول حاجة أفكر فيها خلل في الجهاز العصبي. ويل للمكذبين، تتقال 10 مرات ورا بعض، ويل يومئذ للمكذبين، 10 مرات ورا بعض، ويل المكذب، هسوي بيه واحد فوت العشاء يا إما ما هو ويل للمصلين، يبقى هو مصلي، الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني نسي واحدة، نسي الظهر، نسي العصر، لا يمكن يكون المقصود ده. الحالة اللي جاية دي متكررة وبرضه بتتاخد في مجتمعنا المصري بشكل من الاستهتار. يعني أنا لسه كنت قاعد معزوم في عشاء، وصديقة عزيزة يعني قالت لي انها عندها تاريخ من نزيف الانف قبل، يعني نزفت من مناخيرها كذا مره، وانا استغربت جدا وسكت. انا هحكي الكيس ونترجم الموضوع. بيعاني من نزيف متكرر من الانف، عمره 17 سنه، بس هو قال بقى هنا انه ضغطه طبيعي، الابحاث المطلوبه للوصول للتشخيص السليم ايه. ده راجل طلع الضغط من القصه، يعني ده مش ضغط، لكن اللي انا حكيت عليها دي كانت ضغط عالي. المفاجأة العجيبة، ده كلام موجود في كومار، موجود في كومار، المفاجأة العجيبة ما فيش علاقة، ما فيش علاقة، يعني الضغط العالي ما ينزفش، ده النزف هو اللي عالي الضغط. يعني انت العيان بيجي لك ضغطه عالي ونزف من انفه، فكل العلماء ربطوا الاثنين، هو العكس، هو الضغط العالي ما يخليش الانف تنزف خالص، لكن نزيف الانف لما تشوف الدم ضغطك يعلى. هو في كوينسيدنس ممكن يحصل، ممكن صدفة الاثنين يجوا مع بعض. هو ولد صغير مش كده؟ 17 سنة، يعد الصفائح، يعد صفائح دموية، الاحتمال الاول في حالته اي تي بي اللي هي نقص الصفائح الدموية، واذا كان كده له علاج سهل جدا جدا برضو، كورتيزون بالاضافة الى استئصال الطحال. لكن يعد الصفائح، الصفائح الدموية يا ابني بين 250,000 ل 450,000، لو هي السبب هتلاقي 70,000 80,000 40,000، هتلاقيها واطي. نقص الصفائح بيعمل نزيف تلقائي تاني، نقص الصفائح يعمل نزيف تلقائي، يعني يبقى قاعد وفجأة أي حاجة تنزف، المثانة، الكلى، المعدة، الأنف، العين،
تلقائي مش عايز مجهود، بعكس الهيموفيليا. الهيموفيليا لازم حركة، يعني المفصل يتحرك عشان أنزف، إنما الصفائح مش كده. الصفائح 2S ده للطلبة بقى، spontaneous وسيفير. SS spontaneous تلقائي وسيفير شديد، فبيبقى نزيف جامد جدا جدا. فيروح لدكتور دم أو يعمل صورة دم الأول يشوف الصفائح كام، إذا كانت واطية يروح لدكتور دم بسرعة جدا جدا، لأن علاجه سهل ما هوش مشكلة. قد يكون المشكلة موضعية، عنده مشكلة في الأنف، في دكاترة أنف أذن ساعات يكو ساعات يديله دواء، بس هو لازم يعرض نفسه الأول صورة دم. طلعت نورمال جري على أنف أذن، طلعت صفائح واطية جري على دكتور دم. هناخد السؤال اللي جاي ده، يعني برضو سؤال مهم قوي الحقيقة، انه بيعاني حد بيعاني من خلل في ضربات القلب وشعور بالألم في الصدر أثناء هذا الخلل، وسن صغير 24 سنة ومدخن. لا هو التدخين يعمل الأريزم لوحده؟ بس أنا هنبه لحاجة مهمة جدا، بنبه الناس وبنبه الدكاترة. ما الهدف من عمل رسم قلب بالمجهود؟ الهدف أعلي ضربات قلبك. خلاص أنت قلبك 70 خلي 140، وأنت 140 القلب يتفضح لو في أي خلل بسيط مستخبي عند 70، وأنت قلبك بيدق 70 مش هيستخبى وأنت 140. تمام، بما في ذلك شورينتاجي. فبيقول الخلل بيجيب لي ألم، هو عمل رسم قلب مجهود، هو عمل من غير ما يحس، يعني قلبه في خلل بيضرب بسرعة لمدة ربع ساعة، هو ده رسم القلب. فجالك وجع هنا، انت عملت رسم قلب يا ابني، بكرة تروح تعمل قسطرة، بكرة تعمل قسطرة. لماذا؟ انت عملت لنفسك رسم قلب المجهود أثناء سرعة القلب، جالك الألم، وده اللي احنا بنعمله. عشان كده بعض المرضى اللي بياخد دواء يثبت ضربات قلبه، يعني لما يعمل مجهود ما تعلاش، ممنوع يعمل رسم قلب مجهود، ممنوع. تلاقيه رجعوه تاني قالوا له لمدة 48 ساعة اوقف الدواء ده. ليه؟ عشان الرسم ينفع. الهدف من رسم القلب المجهود ان انا اسرع القلب، انا بجريك على السير عشان القلب يسرع. يقول لي طب افرض واحد برجل واحده، اقول له عندنا ما يعوضه، عندنا دواء ممكن اعلق لك دواء في الوريد يسرع قلبك، دوبيتامين، فيسرع قلبك كانك جريت، واعمل لك الايكو او رسم القلب اشوف التغيرات. التغيرات بتاعت شورينتاجي لا تظهر والقلب بطيء. طب عايز اظهرها اسرعه، اما بالجري، جري على سير او بسكليتة او بدواء. افرض واحد تخين 140 كيلو ما يقدرش يجري على السير، ما يقدرش يكسر الجهاز، فبنعمل له بالدواء. فالولد ده هو بيجي له لوحده ده ازيد، خلاص سريعه وساعه السرعه، بيقول يا سيدي خلاص. هو ده رسم القلب اللي بالمكوت، بكره يروح يعمل قسطرة بكره رغم انه 24 سنة. ما هو مدخن. يعني لا، يعني هو السن ده مش يكسكلود مشاكل الشرايين خالص، لا يستبعد الشرايين. طب يكمل بقى مقلب. جايز عنده كوليسترول عالي، جايز اسرة سيئة السمعة، جايز ضغطه عالي، هو ما يعرفش. لا خالص، سن 24 لا يستبعد القلب بتاتا. طبعا هو مش كومن، يعني هيبقى الكومن سن الخمسين، حول الخمسين، لكن 24 يجيله، خاصة انه مدخن. بس يا ابني انت سامعني دلوقتي، احلف على المصحف ما تشرب سجاير تاني، احلف، لان ده انت بتنتحر. الـ 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 بالنسبة لمرضى الضغط يسمح لهم بممارسة رياضة؟ الصدر الضغط، الضغط العالي، رياضة معينة. أولا ممنوع ممارسة الرياضة إلا لما يظبط ضغطه،
يعني يقعد مثلا 15 يوم بنقيس له ضغط منتظم 120 80، نعمل له رياضات، بس السكواش ممنوع لانه عنيف جدا جدا، يجري مسافات ممنوع. يعني انا بفضل السباحه احسن رياضه لمريض الضغط ومريض السكر والتخين وكده، السباحه. يقعد يبلبط، يعني ينزل يبلبط شويه في الماي. لازم نسمع ابو العريف ده بقى. ده جميل. ابو الغلط. بحب. عندنا ابو العريف النهارده في حتتين بيفتي فيهم، والفتي في الاثنين شهير جدا، وفي الاثنين جريمه. هنسمع ابو العريف في المحطه الاولى. يا بيشة اعزم عليه بسجوره، يقول لي بطلت من ساعه ما جالي السكر. طب اشرب الحاجه الساقعه، طب طبق البسبوسه ما كملتوش، طب حته جاتوه كمان عشان خاطري. يقول لي بلاش عشان السكر ما يعليش. ده ايه يا اخويا الضيف الرخم ده؟ انت بخيل يا عم انت ولا ايه؟ مش معاك الدواء بتاعك؟ قال لي اه وباخده بانتظام. قلت له لما يكون فيه مناسبه حلوه زي دي تاخد جرعه زياده توازن الحلويات الزياده اللي هتاكلها. المفروض اصلا تعيش حياتك بني ادم طبيعي، وتدخن وتاكل وتشرب طبيعي زي خلق الله، ما دام بتاخد الدواء مفيش اي خوف ولا اي مضاعفات. انا بقول لك خد جرعه زياده احتياطي عشان شايفك موسوس. ايه رايك بقى؟ محدش واكل صينيه البسبوسه دي غيرك. قاتل. اقعد اسمعه كلامه. قاتل. هو تعرف ان في ناس بتعمل كده على فكره، يظبط جرعه الانسولين. بالظبط. هو زود النهارده، اتعزم كل، هو المفروض يبقى فاهم انه لا، حلويات دي خطر عليه، حتى لو زود جرعه الدواء مش هتعمل حاجه مع الحلويات. ايمن، عايزين نعمل ثلاث اربع حلقات ورا بعض عن السكر. طب السكر تاني. مظلوم تاني. السكر بشكل شعبي بقى، احنا شرحناه بشكل علمي، نشرحه بطريقه شعبيه عشان نلحق الناس، عشان ابو العريف. لا ده ابو العريف ده كتير قوي. ابو العريف يا باشا انواع واشكال. في ابو العريف اللي بيعالج الناس كلها بالكركمين، كل الامراض بتعالج بالكركمين. انا ما اعرفش حضرتك سمعت عن حاجه زي كده؟ حاجه كده بشوف مسخرة. اعلان كده الاقي كاتب مثلا 26 مرض بيتعالج بالكركمين. انا ما اعرفش ايه هو الكركمين اساسا. انا عارفه يعني، بس مش بيعالج اي حاجه. قوت القلب والقولون والقولون والارتكاريا والارتكاريا والروماتويد. روماتويد والذئبه الحمراء. ابو العريف يفتي في مجال اخر اكثر خطوره، نسمع مع بعض. يا بيشة، الحاج عفاف خالة الأولاد الكبيرة، من ساعة ما رجعت من الخليج والود موصول، مرة عندنا ومرة عندهم. آخر زيارة لقيتها مصدعة ومش رايقة، بتقولي حاسة إن ضغطي عالي. قلت لها طب يلا ننزل الصيدلية نقيس الضغط. وفعلا يا باشا طلع ضغطها عالي. اشتريت لها شريط برشام بتاع الضغط. ساعة واتنين، ها يا حاج عفاف، قالت تمام الحمد لله. قلت لها هو الدواء معاكي، إذا حسيتي بنفس الأعراض تاخديلك برشامة، وما تشغليش بالك، لا تقيسي تاني ولا تروحي لدكتور، أنت بس قللي الملح وابعدي عن التوتر، وأشوفك الزيارة الجاية واطمن عليكي. لمجرد ان يكون الانسان مريض بالضغط هو بيعتبر نفسه دكتور ضغط. خلاص، ويبدا ينشر الثقافه اللي هو صح. ما دام قعد اربعة اشهر بياخد دواء ضغط بقى استاذ، بقى دكتور. متخصص في دكتور دواء استاذ. وانت قاعد والله في نفس القعده اللي كان قاعده فيها الصديقه اللي نزفت من مناخيرها وعندها ضغط، وقلت لها لا لازم تمشي على دواء الضغط بانتظام وتشوفي دكتورك بانتظام، نفس القعدة كان فيها مريض ضغط صديق ليا كان بينديها نصايح. هو اللي بينا صح. هو بيتكلم ايه تمام يعني. اصل يبدو يا ايمن ان الطب لذيذ. هو الطب في جاذبية، احنا ما نحسش بيه دي لان احنا شربناه، ده ما يبدو انه حاجة لذيذة. يعني ان واحد يتكلم في الطب دي حاجة جميلة يعني، فالناس كلها بتحب تتكلم في الطب، بس ننصحهم يقولوا اللي سمعوه من حد يعني ما يفتيش. يعني انت سمعت من الدكتور بيقول ما تاكلش ملح. بلغي
سمعت من الدكتور ان التدخين قاتل بلغي اه انما تفتيش سمعت من الدكتور انه ما ياكلش ما يشربش عرق سوس ما هو بتاع ضغط ما يشربش عرق سوس صح ما يبقى ده تمام بتنجان مخلي لا ما هو المخللات والشطه والحاجات دي خطر بس انا هقول لك شهاده حق يعني انت احد اسباب شعبنه الطب ربنا يبارك فيك يا باشا وجودك معانا لا انت اللي ابتديت ربنا يخليك يعني انت ابتديت قصه ان الشعب يعرف طب في الرمط الاساتذه اللي جابهم في الاسنان في النساء والتوليد في البطنه في جراحه القلب في جراحه القلب يعني فعلا الناس بقى عندها وعي كويس جدا جدا مش زي زمان زمان كان لا وعي بتاتا ده احنا في 2006 و7 كانت الدنيا ماشيه في اتجاه مختلف كان مختلف. كان في طب البديل دايما يعني يا رب يديك ثواب اللي عملته ربنا يخليك وجودك معانا يا استاذنا كالعاده بنفرح فرحه كبيره مش بس على مستوى البرنامج على مستوى القناه كلها انك تكون موجود على الشاشه ان شاء الله نورتنا الله يحفظك استاذنا استاذ الاساتذه القيمه العلميه الكبيره وطبعا الاسطوره الحيه للعلوم الطبيه اللي اتعلمنا منه كلنا مش احنا بس الاجيال الكثيره في القصر العيني وخارج القصر العيني مفيش جامعه في مصر ما اتعلمتش من ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور حسام موافي اللي كان منورنا النهارده في الناس الحلوه خليكم مع الناس الحلوه اكيد النظر مهم جدا واكيد اكيد برضو ان النظارات او النظاره الطبيه شيء لبعض او لكتير من الناس مزعج ممكن تبقى مولود الطفل يكون مولود هو عنده ميه بيضاء دايما بنيجي نعمل عمليه ميه بيضاء بنزرع عدسه من الميه بيضاء زي ما قلنا كتير بنقول للساده المشاهدين ان الميه بيضاء عباره عن العدسه الاصليه بتاعت العين بتبقى معتمه فبنشيلها ونحط مكانها عدسه ثانيه عدد كبير من الدكاتره يقولوا لي ملكيش حل وده يعني حاجه مستحيله انها تعمل لك